الاسم ديالي محمد بقدير. هذه منطقة كوبنس منظر تيزوغماري. هذا الشيء اللي كان بيه أخويا كان هنا الفوسيل، كان اللي منيغو لأنواع الفوسيل هذه الأربعيني، وهذه الفوسيل هما جايين من مناطق ديال أرفود. الفوسيل مناطق ديال أرفود الريساني تما كاينين الفوسيل. كاين لي تخيلوبيت، كاين لي زامونيت، كاين لي زورتوسير، كاين لي غونياتيت، كاين لي فاكوبس، كاين بزاف الانواع. المراحل دابا هاد الفوسيل اللي هضرت لك هما راه كيحيدوهم في دوك لي جيزمو. فاش كيحيدوهم وهما كيبوليوهم، كيكونوا بريت وهما كيبوليوهم، كيبوليوهم وهما كيجيبوهم من لهنا حنا كنشريوهم عندهم. وكاين دوت الفوسيل عاوتاني، كاين ديال النواحي ديال الخريبكا ديال الفوسيل ديال الفوسفات، هما لي دون ديال لي روكان. تما كاين دوك لي جيزمون ديال الفوسفات يوم لي دون ديال لي روكان. وكاين عاوتاني ديال لي بنيغو، لي بنيغو كاينين في النواحي ديال ميدالت، كاين ميبلادان، وكاين حولي. تما كاين دوك لي جيزمون فاش كيجبدو هادوك لي بنيغو. الانواع ديال بنيغو كاين الباغيتين، كاين الفانادينيت، كاين سيغيزيت، كاين الباغيتين، كاين الانجليزيت، كاين بزاف الانواع كاينين. فهمتي؟ كاين هادي فيها لا بيريت مع الدولوميت، وهادي روز دو صابل، هادي ازوريت، هاد لو بلو ازوريت، وهاد لو فيغ مالاكيت، وكاين هادي كوارتز، كاين هادي الفانادينيت، هادي الفانادين. هادو كل حاجه وثمنها، كاين 100 درهم، كاين 50 درهم، كاين 70 درهم، كاين 150 درهم، داكشي على حساب لا فورم ديال الحجره. دابا هادشي راه مده تقريبا 40 سنه تقريبا، فهمتي؟ حنا دابا مع كاينين كتب ديال هادشي، فهمتي؟ كتب ديال هادشي حنا كنستافدوا من الكوارد اللي كيجيو هما عارفين داكشي، فهمتي؟ وكيوريو لنا داكشي الكتب، وحنا ولينا حنا استفدنا منه، فهمتي؟ بالنسبه للقيمه، القيمه مختلفه، فهمتي؟ كاين حجر اللي هو عنده قيمه بزاف، فهمتي؟ بحال الفانادينيت هي عندها قيمة بزاف، كتباع بزاف، وعلا كتباع غالية، فهمتي؟ وبحال لي فوسيل، الأنواع ديال لي فوسيل، حاجة مزيانة كاع راه كتباع بالثمن. وهادشي دابا كيمشي هادشي للخارج. دابا الناس اللي كيديروا ليزيكسبوزيسيون، اللي كيديروا معارض، اللي كيمشيو للمعارض، هما دابا اللي كيستافدوا مزيان في هادشي، فهمتي؟ المعارض راه كاين المعارض ديال أمريكان، كاين ديال فرنسا، كاين ديال الطليان، كاين الأغلبية الناس اللي كيمشيو تما الناس ديال المنطقة. بحال دابا منطقة ميدالت، أغلبية المنطقة ديال ميدالت والمنطقة ديال الريصاني وأرفود، هذوك هما الناس اللي كيمشيو بزاف لتما. على برا دابا تما كيتجمع فيما كاين شي سميتو، كيجيو بحال كيسمعوا معرض، كاين كيجيو الناس لتما المعرض، أي حاجة باينة مزيان هما كيتزايدوا عليها، فهمتي؟ دابا ما فهمتيش فعلا شنو اللي كاين، شنو اللي كاين. بحال هاد القضية ديال لي ميتيوريت، دابا شحال واحد كيكون ما عارفش القيمة ديالها، فهمتي؟ لي ميتيوريت هما فيهم بزاف الأنواع، فهمتي؟ دابا فاش كيمشيو لهيه فاش كيديوهم لابوراتوار تما عاد كيعرفوا القيمة، فهمتي؟ دابا شحال واحد دابا ميتيوريت كطيح عليه في المثل ب 1000 درهم، كيمشي لهيه يقدر يبيعها ب 20000 درهم ولا 30000 درهم، فهمتي؟ هادشي هو اللي كاين. دابا حتى هنايا كاين عنده قيمه من قبل هاد المعارض، كاين عنده شويه قيمه، فهمتي؟ ولاو المعارض، ولاو الناس كيمشيو بزاف للمعارض،
دابا الأغلبية ما كيبغيش يشري هنايا، يفضل يشري هو له إعدادات، وهنا عاوتاني فاش كيشري هنايا عاوتاني على حساب الترونسبور، على حساب الترونسبور، وعلى حساب خصو يخلص، هو يخلص في الطيارة ولا في الباط، المهم كيخلص بالكيلو، فهمتي؟ دابا من قبل هاد الكورونا كاين شويه القوال، شويه معناها هما كيعطيو القيمه لهذا الشيء، باش كيكون القوال كثار كيكون شويه الرواج داير مزيان، فهمتي؟ فاش جات كورونا صافي كل شيء وقف، فهمتي؟ في مناطق دابا ديال السياحه بحال مراكش، بحال اكادير، بحال الفود، بحال الفيصلاني، بحال هما راه توقفوا كاع بصفه نهائيه. هاني جيت دابا بالنسبه للمنطقه الافلان، الناس كيجيو، الناس ديال الداخل كيجيو لهنا الافلات، حنا كنحركو شي شويه، واخا الاثمنه شويه طايحه، ولكن المهم كنتحركو بعدا، ما واقفينش، دوزنا غير ناقص، فهمتي؟ ماشي بحال دوزنا غير كنديبانيو وصافي، فهمتي؟ هذا هو مصدر الرزق ديالنا، حنا ما عندناش شي حاجه اخرى فين غادي نستافدو، كنستافدو غير هنا من هذه المنطقه. كان حنا كنرحبوا بهم اللي جاو لهنا، مرحبا بهم، والاثمنه راه الثمن اللي كنديروا راه الثمن مناسب، انا ما كنغليو عليهم ما والو، والمنطقه راه منطقه زوينه، فهمتي؟ بالنسبه ليا انا هنايا كاين بحال هاد لي فوسيل هادو، هاد لي زوتوسير، هاد الباقه ديال الاوتوسير، هادي كدير 1000 درهم، هادي كدير 1000 درهم، هادي مجموعة، هادي غير البوليا، هادي فهمتي، هي غير مخدوم غير البوليا، فهمتي، هي راه هادشي اللي فيها راه طبيعي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.